ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير هكذا حدثنا عن الرشد وفتنا بالأغنام. هل تعلم عزيزي الراكب أننا نصعد في القطار السريع بنصف قيمة التذكرة معظم الأحيان؟ هاي أيام زمان والمسألة ليست مسألة دعم أو تخفيض لأسباب طلابية نقابية صحفية، لا لا، كل ما هنالك أن هناك بندم في قانون العقوبات تبع القطار السريع عنا ينص على أن تدفع قيمة نصف التذكرة في الرحلة القادمة كلما تأخر بك القطار لساعة أو أكثر في رحلتك الحالية. وعلى اعتبار أن القطار صاحبنا متأخر على طول الأيام يا قلبي، فإننا نحن المواطنين الأبرياء نخرج من هذه المعركة رابحين. وهذه المرة تأخر القطار يا حبيب لأنه فات بطرش من الأغنام تتمشى على السكة دون راع أو مرياع، والمرياع هو الراس الكبير بين الأغنام من صنف الأكباش. المهم ما يكون بالطويلة فات القطار بالغنم وعينك ما تشوف إلا النور، راس طاير من هون ورجلين طايرة من هون، ما يكون علي يمين فتت مقادم فريش تازع على كيف كيفكن. وحمدنا ربنا أنه الراعي ما صار له شيء، وذلك لأنه كان نايم تحت ظلال شجرة مثمرة في عز الخريف بنصاص الليالي. والظلال تابعة لهلال العيد الذي تم إثبات وجوده في القطار ذاته عبر إذاعته الداخلية قبل الفوت بالطرش بدقائق، كما أننا لم نسمع صوت الكلب الوفي الذي يرافق الأغنام عادة، وذلك لأنه فركها بعد سماعه للشخير الأول تبع الراعي بحثا عن عظمة شاردة أو شقفة لحم ساقطة من طنجرة زوجة أحد الرعيان، في حين كان المرياع ملتهي بشجار تناطحي مع أحد الأكباش الطالعة من مدعي المرياع، وعلقت بين العقداء المرايعة. فلما رأت الأغنام فلتان الحال طحشت باتجاه خطين متوازيين يلمعان تحت ضوء الهلال. انتباه، قال مرياع القطار، عفوا مذياع القطار، انتباه فمتنا من الرعبة، انتباه غدا عيد الفطر السعيد وفتنا بطرش الأغنام. هكذا حدثنا عن دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو.